بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله مساكم بكل خير. اخباركم ان شاء الله طيبين، اشتقت لكم قد الدنيا. شلونكم يا حبيباتي؟ ان شاء الله رب الجميع بخير وصحه وعافيه. قبل ما نبدا فيديو اليوم لا تنسون تدعموني بلايك واشتراك وفعل جرس التنبيه علشان يوصل كل جديد. اليوم بمشيئه الله تعالى راح نتعلم مع بعض طريقة حفظ الليمون، طريقة سهلة وينحفظ عندك في الثلاجة ويعيش فترة طويلة، تقريبا يعني قرابة الشهر ونص شهرين. كل اللي تحتاجينه بسيط جدا، تحتاجين بريك او طبق له غطا او طبق بدون غطا، اي حاجة انت حابة تخزنين فيها ما في مشكلة. كمان الليمون، خلاص حاجة مهمة بالنسبة للليمون. طبعا الليمون هذا مو مغسول ولا في اي حاجة، راعي بالورق حقه ما في ولا شيء. شيء مهم بخصوص الليمون، اذا تبغين تسوين الطريقة هذه لا تجيبون الليمون الزهير الصغير ما يصلح، وكمان الليمون الكبير بس اللي يجي من برا ناعم، يعني تحسون الحبة ناعمة من برا ملسة ما فيها زي المسامات، هذه ما تنفع. الحين نبغى ناخذ البريك هذا اللي عندي وبعبيه مية عادي، مية من الحنفية من المغسلة، مية باردة، أهم شيء ما تكون مية حارة. طبعا خلوني أعبيها وارجع. البريك مية، شوفوا وين عبيته، تقريبا للنص. خلاص الحين ابدا اسقط حبات الليمون. زي ما قلت الليمون بدون غسيل انا حاطته، فعادي تحطونه عادي بالشكل هذا. الحين يا جميله اخذ البريك هذا واحطه بالثلاجه، خلاص حطه بالثلاجه باي رف بالثلاجه انت حابتي. كل ما حبيت تستخدمين تاخذين الليمون. مهمه اذا بديت تحسين ان المي ينقص او كل فتره غيري المي، اذا قدرتي غيريه، يعني ممكن بالاسبوع مره غيري المي عليه. خلاص طيب متى نعرف ان الليمون هذا الصلاحيه حقته انتهت هو داخل المي؟ اذا شلتي حبه الليمون خلاص وقطعتي حبه الليمون من النص ولقيتي من داخل حبه الليمون بادي فيها، باديه تقلب لون الرماد، يعني تحسين ان حبه الليمون شربت الميه خلاص، كذا انت ما تكبينها، استخدميها وخلاص وشكرا. اعرفي انه اللي داخل انتهى عمره، يعني خلاص ما عاد تقدرين تستخدمينه اكثر من كذا، خذيه واستخدميه مباشره. هذه كانت طريقتي بس يا بنات اليوم، وهذا كان فيديو اليوم بطريقة حفظ الليمون. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا ويكون الفيديو مفيد لكم. لا تنسون تدعموني بلايك واكتبوا لي تحت تعليقات حلوه، كل تعليقاتكم الجميله انا قاعده اقراها. انتظروني في فيديو قادم من مشيئه الله تعالى. احبكم كلكم. وبكذا أنا أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.